شو باني؟ أكيد عم تقولي إنه أنا وحدة تانية ما هيك؟ وهالأغلب أنت هلأ كتير مصدومة ومتفاجئة ما هيك؟ وطبعاً أنت كان بدك تمنعي هالزواج، بس قبل ما تقدري تساوي أي شيء هالموضوع صار. ذكريني شو كانوا بيقولوا بهيك حالة؟ إيه هلأ خططك فشلت. يمكن أنت هلأ عم تفكري إنه هالشي هاد يعني كيف صار؟ أنا هلأ رح أقلك كل شي أنا اللي ساويته.